صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن من الجوال بغير طهارة؟ القرآن الجوال ما هو مصحف، ما يسمى مصحف، ما يسمى مصحف، لذلك يجوز حمله مسه وقراءته إذا كان حدث أصغر لا بأس، إذا كان حدث أصغر لا بأس. حتى المصحف يجوز أن تقرأ وأنت غير متوضي من غير مباشرة، إنما تمسه من وراء حائل. نعم.